لكل معركة مبرراتها السياسية كما يقال، ولكل معركة أيضا تداعياتها على الصعيد الإنساني. وهذا ما حدث ويحدث في محافظة الحديدة بعد إطلاق العمليات العسكرية لتحرير المحافظة واحتمال تعرض أكثر من 2 مليون يمني للخطر. أهمية قصوى تشكلها معركة الحديدة على المستوى السياسي وما يرتبط بها أيضا من ضغوط دولية، لكن وعلى الرغم من ذلك تظل تخوفات المنظمات الإنسانية الدولية من تدهور وضع المدنيين حاضرة في المشهد. على الصعيد العسكري تمثل سيطرة القوات الحكومية على الحديدة مكاسب عديدة، فبالإضافة إلى أنها ستلحق بالحوثيين خسائر اقتصادية وعسكرية، فهي في ذات الوقت ستؤثر على قبضتهم بالمناطق الشمالية، وهو ما يفسره بيان الحكومة الذي أكد أن تحرير ميناء الحديدة سيشكل علامة فارقة في مشروع استعادة الدولة. أما على الصعيد الإنساني تقول منظمات دولية إن القتال يمكن أن يؤدي لكارثة إنسانية تهدد الإمدادات في غالبية المناطق الشمالية، كما أن الحديدة كمدينة تحوي منشآت ومصانع تجارية وحيوية ستتأثر بفعل الحرب، وبالتالي فإن الآثار التي قد يتركها قتال الشوارع لا تزال مجهولة العواقب. زلزلوا على من على ايتي 8 بيوت على حالنا والعالم من ايتي 3100 بيت. في سياق التحركات الدولية للتحذير من تداعيات المعركة، دعت 15 منظمة غير حكومية في فرنسا الرئيس الفرنسي إلى الضغط على التحالف لتجنب الهجوم على الحديدة. من جهتها حذرت منظمة الصحة العالمية من تصاعد القتال في مدينة الحديدة، وقالت أنه سيؤثر على حياة المدنيين، وقال رئيس المنظمة إنه يشعر بقلق عميق من تصاعد القتال حيال التأثير الذي سيتركه على حياة السكان القاطنين في المدينة وضواحيها.